أهلا وسهلا فيكم يا أهل الخير لحلقة جديدة من رمضان والناس. شوفي بتفاصيل حلقتنا لليوم وكيف كانت لقاءاتنا. فاصل صغير ومنكون معكم بالتفاصيل. السلام عليكم. مرحبا. أهلين. كيفك؟ تمام. فيني أعرف اسمك؟ ولاء. عاشت الأسامي يا ولاء. الله يسلمك. ولاء، خبريني بالأول، أبوكي، أمك، كيفون، أخواتك، قد إيه أنتوا عددكم؟ أبوي متوفى وماما عايشة، بس ماما مريضة، ونحن 8 بنات و9 بنات، يعني 8 بنات وصبي. 9 أبناء، 8 بنات وأخو. أخوكم كبير، أكبر واحد فيكم؟ لا، صغير، عمره 8 سنين. 8 سنين. أنتوا الصبايا بتشتغلوا؟ إيه. الله يقويكم يا الله يسلمك يا رب. وبتشتغلوا؟ مثل ما شايف من بيعلك، لأني مضطرين وأجار بيت وماما مريضة لهيك. الله يقويكم يا رب. مغلقين عليكم بالأجار؟ 225. 225 ألف. الله يقويكم يا رب. ولا الوالدة خير شبه، طمنيني عنها. إيه، مع سرطانية اللي هيك مريضة. الله يشفيها. قد ايه للحالة هيك؟ قد ايه للوضع هيك؟ إلى سنة. يلا الله يشفيها يا ولاء والبركة فيكم. ولاء، أنت عم تدرسي شيء؟ أنا ما بدرس، بس بعرف برا، بس عربي. يعني لأي صف وصلتي؟ للخامس. هلا قد ايه عمرك ولاء؟ أنا 18. ايه العمر كله يا ولاء، والله يقويكي ويمدك بالصحة يا رب. الله يسلمك يا رب. ورمضان كريم يا ولاء. وعلينا وعليكم. إن شاء الله يا رب. ولاء، إذا بتسمحي لي بس في هيدي الهدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللادقية، من قناة أوغريت ومن إذاعة أمواج FM، والهدية تقدمة شركة ليو ومحل أيمن هرموش ومطعم شاورما عربي. منا تقبليون منا، ورمضان كريم. سلام إيديك يا رب، يعطيك العافية. الله يعافيك والله يقويك يا ولاء. يعافيك يا رب، الله يسلمك. يلا سلامات. سلام. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك سهى؟ الحمد لله، نشكر الله. شو اخبارك؟ غير شكل، الحمد لله. الحمد لله. رمضان كريم على الجميع يا رب. سهى، اول شيء خبريني شو وضعك الصحي؟ انا من طفولتي عندي اعاقه بعد ما خلقت، يعني ما خلقي. بالطرف الايمن هيك. الطرف الايمن ما فيك علوي وسفلي. اي. ما فيك تتحركي، ما فيك تقومي. بقدر اي، بس الاعاقه شوي صعبه، يعني بلبس جهاز برجلي بس. على بدي اسالك، انت عم تخبريني انه لابسه جهاز باجرك وجهاز عند الصدر؟ لا، بالاعاقه صار فيها، يعني تطورت بمراحل لقدام، يعني فصار في اذيه بالرجل السليمه، ولبست جهاز لاني عظمه الفخذ صار فيها مشكله، والعمود الفقري على قصر الجهه اليسار صار كمان في ميول، لابسه كمان جهاز بظهري. هذا الجهاز بدك تضلي لابستي؟ هلا مبدئيا معي اسا سنه، بعد سنه بيعمل لي صوره الدكتور وبقرر اذا اسا الوضع بيستدعي طول او استغنى عنه. بستغني عنه رجل ان شاء الله. هو الجهاز موضوع مش بس مشان يساعدك على الحركه، هو تجليس للعمود الفقري لان في جنف وفي اذيه بالحوض. سهى، شو بتشتغلي؟ طباعه، اي شيء بخص الطباعه. على الكمبيوتر؟ على الكمبيوتر، اي، ادخال بيانات، مشاريع تخرج لطلاب عم بيعملوا رساله، هي شغلتي. يعني القعده على الكمبيوتر ما بتضايقك جسديا؟ بتزعجني، بس لازم يكون في وضعيه معينه، يعني انا اقعد فيها مشان الظهر، مشان العمود الفقري ما يزداد. لازم تلاقي شغل. ايه، عم بشتغل الحمد لله، يعني انا ما بوقف عند الوضع اكيد. ما لازم، ما بوقف. ايه الحمد لله. طمنيني عن الوالد، الوالدة، اخواتك. مناح الحمد لله، تمام، نشكر الله. اهلي منورين البيت، نشكر الله. اثنيناتهم بيشتغلوا ولا متقاعدين؟ الماما 6 بيت والبابا متقاعد. اخواتك هلا كل واحد مع عائلته.
أيوة وأنا مع البابا والماما. الله يقويك يا رب ويمدك بالصحة، وإن شاء الله يا رب حالتك الصحية بتتحسن وبنصير ما عاد بحاجة لهيدا الجيل. إن شاء الله يا رب، من أملنا بربنا. بدك تسمحي لي سهى في هيدي الهدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية، هي مقدمة من شاورما عربي ومن شركة جود، بتمنى تقبليهم منا ورمضان كريم. كثير، رمضان كريم على الجميع. رمضان كريم، تفضلي. شكراً. شكراً جزيلاً. يبارك، شكراً. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. باي باي. طمني عنه. الله يسلمك. الحمد لله. أحمد محمد كدي. أحمد. أحمد. عاش الأسامي أحمد، كيفك؟ الحمد لله تمام. أحمد حركة إيدك في شيء في؟ والله معي خلع ولادة أنا. خلع ولادة. إيه لك ها. قد عمرك أحمد؟ عمري 31 سنة. العمر كله يا رب. الله يسلمك يا رب. أحمد شو بتشتغل؟ والله بستقبل حالات مرضية وهي. أحمد حالتك الصحية هي أثرت على مثلا شغلك أو مزاولة أعمال؟ لا الحمد لله رب العالمين، يعني هلأ شيء تقيل لا أكيد لا ما فيني، بس إنه يعني الحمد لله تعودت. طمني عن والد الوالدة إخواتك. عندي أخ واحد وأخت متزوجة. الوالد والوالد. الوالد الحمد لله عايش عمره 60 سنة موظف كمان. شو كان يشتغل الوالد؟ هو كهربجي. كهربجي. عاد هلا عم يشتغل ياخذ ورشات ولا؟ لا والله يعني قليل ما كثير يعني مثل ما لانه صحته ما بقى بي يعني. صرت انت واخوك المعيلي؟ انا وخي من متجوز؟ لا والله عازم. ما بدك جوا؟ ان شاء الله الله كريم ليش لا. اخوك متزوج؟ كمان لا كمان مو كمان عازفين عن الزواج؟ اثنينات. شو بيشتغل اخوك؟ كمان والله عنده محل هيك قهوه بجبله طبعا مو هون كمان. كمحل صغير بفاء قهوة وشاي وهيك. إن شاء الله يا سيدي الله يقويك ويقويك. الله يسلمك. رمضان كريم. كريم عليكم. نحن عم نعيش الأيام المباركة وإن شاء الله يا رب الله بيمدك بالقوة. علينا وعليكم يا رب. آمين. الحمد لله رب العالمين. أحمد بس من بعد أمرك في هيدي الهدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني قناة أوغاريت وإذاعة أمواج، وهيدي مقدمة الهدية من بروستد كفا ومن شركة جود، بتمنى تقبلوا منا ورمضان كريم. يسلموا هالإيدين. شكرا. رمضان كريم. برنامج رمضان كريم. بتابعنا قناتنا قناة أوغاريت وإذاعة أمواج. لا أكيد أكيد. الله موفق ميسرة. الله معك يا أحمد. باي باي. مرحبا يا خالي. كيفك؟ الله يوفقك يا رب. بتواخذيني بس دي اقعد جنبك دقيقتين. اهلا وسهلا. طمنيني عنك. الحمد لله من الله خير. ام الاء؟ ايه ام الاء. عاشت الاسامي يا خالي ام الاء. يا رب. شو عندك اولاد خالته؟ اربع بنات. لا الله ما قلنا شيء. الله يخلي لك اياهم. الله يسلمك يا رب العالمين. خالته شو بتشتغلي؟ انا كنت اشتغل بالبيوت الناس. عملت شبكي، مريضة سكر، مريضة ضغط، هاي السبع ما بتتسكر معي. رحت على الدكتور ورحت على المشفى وصورتها ولحد الآن معاني منها. كان عندي بنتي تشتغل بالليمون، صار معها ضعف نظر تحط نظارات، إما بقى تشتغل بالليمون ما خلوها تشتغل. كنت اشتغل كانوا يعطونا يكتر خيرك وخير، يعني إذا قطعت تياب من عند الناس. بعين الله يا خالته. بعين دخيل اسمه ما بعين غيره. أنا بعد الله يرحمه توفى خيي، أنا بعيد عنك صابتني الجلطة مرتين، نمت بالمشفى نايموني 3 شهور ونص، ضليت سنة وشهر تمشاني الدكتور على أجري يعني وراق والكل معه. يعني بعد توفى أخوك؟ بعد وفاة خي. ووضع أهلي بيت تراب والله العظيم، يشهد الله مي ما عندن، ضيعة مقطوعة ما في أي شيء ولا عندن أي شيء، ولا راتب ولا أي شيء. أخواتي يعني مثل ما بيقولوا العمر والدهر ما بيجوز وما بيصير عندن شيء، كلن عايشين بأوضة غير في وحدة. يعني الوضع مأساوي، يعني أفقر شيء بسوريا كله. قالت زوجك وينه متوفي؟ لا ما أنا متوفي، مريض. مريض تعبان. ويكبر يعني ما خلص. كبير بالعمر. إيه. هيك وهاي الحالة. بين الله يا خالته. خالته من بعد أمرك بس أمين؟
من بعد امرك يا خالتو. بس في هيدي الهديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه، قناه اوغاريتو اذاعه امواج. الهديه مقدمه من شركه اصاله للمواد الغذائيه ومن بن الهيثم. بتمنى تقبليون منا ورمضان كريم. بالسما توفقك ينعاد عليكن بالخير والصحه يا رب العالمين، وما يحوش كان غير لوحي احد يا رب العالمين. الله يقويك يا خالتو يشفيك يا رب. يلا رمضان كريم والسلام عليكم. عليكن الله يوفقك يا رب. خليك يا خالتو، سلام. السلام عليكم، كيفك يا خالة؟ رحمة الله وبركاته. شو؟ أم مصطفى. عاشت الأسامي والله يخلي لك مصطفى يا رب. شو عندك أولاد غيره؟ عندي مصطفى وبراء وصلاح وديب، وعندي البنات براءة براء وبراءة وإسراء. عندي البنات الصغار. شباب الكبار بنات الصغار إيه؟ يشتغلوا؟ عساكر والله عساكر عندي اثنين، وفي اثنين يعني قليل شغلهم حظهم قليل، واحد منهم المريض قصور نمو معه. عندي البنت مريضة صفدية براسها، وأنا مريضة كلية. أنا كل شهرين بدي حط دبلشتين الخواصر اثنين عندي الكلية، يعني بدي كل شهرين مليون ونص. سلامة قلبك. الحمد لله. أنت بتشتغلي حضرتك؟ لا كنت وقف بيع خبز، بس هلأ ما بقى فيني، ما لي قدرة بقى. ما عاد فيك على الوقفة الطويلة؟ ما بقى، ومعي مناقير بكعب إجري وفطر بصير بسهولة إجري. الحمد لله كله كانت الدنيا بخير الحمد لله، بس هلا بعد ما غلي هالشيء وغليت هالدنيا كلها هالاسعار، اما ما عم نحسن ناكل ونطعم اولادنا. والحمد لله الدنيا بخير والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. زوجك بيشتغل؟ ما بيشتغل، لا والله مريض. وعايشه حالي انا والاولاد تاركته. عايشه لحالك انت والاولاد؟ مستاجرين؟ إيه لا والله ما رأيك زوج عليك. لا ملك المالك اجار لنا يا خالتي. الحمد لله. الله يقويكي ويمدك بالصحة يا الله يسلمك خي. الحمد لله. رمضان كريم وإن شاء الله الأيام الجاية أحسن. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. بخير. بركتكم يا رب. وبركاتكم إله. الله يخليكي خالتو من بعد أمرك سلموا أمين. في هدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية من قناة أوغاريتو من إذاعة أمواج. الهدية مقدمة من بن حسيب من معجنات لوتوس. بتمنى تقبليون منا ورمضان كريم. ماشي وإن شاء الله يعيد عليكم خير وسلام. شكرا لإلك. شكرا إله. شكرا ميسرة الله معك. مرحبا، كيفك؟ الله يسلمك. مستعجل شيء؟ لا ما مستعجل. تعال اقعد انا وياك هون شوي. تعال. صفة منيح مشان السيارات. ايوه. امر، تعال هلا. عود. كيفك؟ تمام الحمد لله، كيفك انت؟ عرفني بحضرتك. بشار قاسمه. عمي بشار شو اخبارك؟ تمام الحمد لله، كيفكم انتم؟ ان شاء الله بخير. رمضان كريم. كيف صحتك؟ عليكم ينعاد علينا وعليكم يا رب الصحه والعافيه. تمام الحمد لله. خبرني شو بتشتغل بشار؟ عامل والله. عامل حر؟ عامل حر. يعني شو ما صح لك تشتغل؟ شو ما صح لي بشتغل. هالايام شو عم يصح لك شغل؟ هات لنشوف. يعني شو ما صار لي الحمد لله، طلع يعني مثل العفش يعني بلوك، يعني شو ما صار لي؟ شو ما صار لك بنطلع رزقتنا فيه. الحمد لله رب العالمين. قويك يا رب. الله يسلمك. متزوج؟ متزوج، عندي ثلاث اولاد لله. ثلاث اولاد الله يخلي لك. الله يسلمك. شو اعمارهم؟ سبعة وستة، وعمره وحدة ثلاث شهور هسه صغيرة، عمره ايوه شمس. والله بده مصاري. اي والله الحمد لله. عم تفضى من الصبح للمساء معناتها شو؟ اي والله 24 على 24. الحمد لله. شو زوجتك بتشتغل؟ لا والله. زوجتي. انت مسؤول عن واحد اثنين ثلاثة أربعة، عن أربعة. عن الكل، إيه والله الحمد لله. الله يقويك يا بشر. الله يسلمك يا رب خليك. خبرنا عن هالأيام كيف معك؟ لا تمام الحمد لله، وضع كله بخير إن شاء الله. إن شاء الله الله يعيده علينا وعلى الجميع وعلى جميع البلاد سوريا ألف خير يا رب. كيف الغلاء؟ لا يعني بدك تقول هيك وهيك، في غلاء بس الحمد لله يعني بفضل الله، يعني العالم ما بدها تاكل بدها تشرب، يعني ما يعني الغلاء ما راح يوقف الأكل والشرب. نعيش حياتنا، الحياة بدها تستمر إن كان في غلا ولا غير غلا، والحمد لله رب العالمين بفضل الله وبتضل إن شاء الله بخير سوريا. الحمد لله. وأنت شكلك إنسان نشيط. الحمد لله. تعتمد على حالك؟ بعتمد على حالي، على الله وعلى حالي الحمد لله. الله يسلمك يا رب. ورمضان كريم. عاد علينا وعليكم. وعليك يا رب. وعلى الجميع.
عمي بشار من بعد امرك اذا بتسمح لي في هيدي الهديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه من قناه اوغريت واذاعه امواج مقدمه من شاورما عربي ومن شركه جود، بتمنى تقبلهم منا ورمضان كريم. شكرا لكم يا رب، ينعاد علينا وعليكم بالصحه وبالعافيه. هيك بنكون وصلنا معكم لنهايه حلقتنا لليوم، شكرا على طيب وكرم المتابعه، بنشوفكم بحلقه جديده، سلام.